بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله النبي الهادي الأمين محمد عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اليوم بنتعلم أحد المهارات المهمة للمونتاج، وهي كيفية إزالة الجوانب أو المساحات السوداء التي تحيط بالفيديو. الكلام ده هنتعلمه من خلال البرنامج المجاني شوت كات. هذا البرنامج المميز والذي يضاهي أقوى وأفضل البرامج العالمية بجميع الإمكانيات. سبق ان احنا شرحنا فيه 10 فيديوهات، بنستكمل مع حضراتكم الاستفادة من هذا البرنامج. هذا البرنامج سوف تجدون له رابطين في خانة الوصف، رابط لتحميل نسخة بإصدار 32 بت و64، ورابط لتحميل احدث إصدارة من الموقع الرسمي، بيتفاعل او بيتوافق مع جميع إصدارات الويندوز اكس بي وفيستا، ويندوز 7 و8 و10، كذلك بيتوافق مع المعالجات 32 بت و64 بت. ما تنسوش انكم تدعموا قناتنا وقناتكم على اليوتيوب على اساس ان احنا نقدر ننجح من خلالكم، ونقدر نقدم لكم كل ما تطلبوه من هذه القناة اللي هي قناتكم وبتمثل صوتكم وطلباتكم. تعالوا بنا نبدأ الجزء العملي. ده الفيديو اللي هنشتغل عليه. هتلاحظوا ان في مساحات سوداء كبيرة جدا حوالينه، لانه تم تصويره بالموبايل او بالايفون. لما باجي بشغله مع حضراتكم هتلاحظوا هذه هي المساحات. عايزين نلغي هذه المساحات. ودي النتيجة اللي هنحصل عليها مع حضراتكم. تم حذف الجوانب السوداء اللي حوالين الفيديو، وكده يبقى احنا نجحنا ان احنا بهذا البرنامج المجاني ان احنا نحصل على وظائف متميزة يعجز عنها البرامج العالمية. طيب هنقوم بغلق هذا الفيديو وهنرجع لبرنامجنا، برنامج شوت كات. لو تابعتونا وتابعتوا ال10 حلقات اللي احنا شرحناهم، وما زال هناك الكثير سواء من خلال هذا البرنامج او البرامج الاخرى، بتقوم بتشغيله من قائمة ابدأ، بتظهر قدامك الشاشة الافتتاحية، بتحدد مكان حفظ المشروع، تضغط على هذا الزر وتحدد المكان، ثم بتكتب الاسم الخاص بهذا المشروع، وبعدين بتحدد الريزوليوشن، يا اما تخليه اوتوماتيك يا اما تختار احد التنسيقات الموجودة. ولازم تكون عارف ان كلمة 720 بي اللي هي الدي بي اي اللي هي الجودة او الكواليتي، وكلمة الاف بي اس ديت اللي هي فريم بير سكند اللي هي عدد الفريمات في الثانية الواحدة. ثم بعد ذلك بنضغط على ستارت على هذا النحو. ثم هنستدعي الفيديو اللي حواليه هالات او مساحات او جوانب سوداء كبيرة عن طريق الضغط على اوبن فايل بهذه الطريقة. عايزين نتعلم هذه المهارة وريت نركز فيها. بعد ذلك هبدأ انا هجيبه اهوت مع حضراتكم. نبدأ نجيب هذا الفيديو، نشوفه كده مع حضراتكم اللي هو فيديو الدرع. تمام، وهقول له اوبن، هيبدأ يشتغل من خلال الميديا بلاير الخاصة بهذا البرنامج. زي ما احنا شايفين هقوم بإيقافها. لاحظنا المساحات السوداء الكبيرة الموجودة، ثم بعد ذلك اضغط على البلاي ليست واقوم بالضغط والسحب، دراج اند دروب، الضغط والسحب والافلات في البلاي ليست. ثم بعد ذلك اقوم بإضافة التايم لاين من خلال التايم لاين اهوت، هنبدأ نضيفها مع حضراتكم، وهنبدأ نختار ان هو يعرض لي، نتأكد ان التايم لاين موجود وظاهر قدامنا. ضغطت على التايم لاين لان كان التايم لاين مختفي، فضغطت عليه من شريط الادوات الرئيسي. ثم من هذه الشرط هختار اد فيديو تراك، فيبدا يضيف لي هذه المساحه. ده منطقه العمل الخاصه بينا. ثم بعد ذلك اضغط على الفيديو واقوم بوضعه داخل فيديو تراك عن طريق الضغط والسحب والالقاء، وانتظر الى ان يتم وضعه على تراك الفيديو، وبعدين اقوم بتظبيط الوقت الخاص بيه بحيث انه يبدا من الزمن صفر. زي ما احنا شايفين
هنا وبدأ بعد ثواني اجي ضاغط، طالما حواليه اللون الاحمر يبقى محدد اضغط واسحب بحيث ان كده يكون في البداية، وبعدين اضغط على هذا السهم زر البداية يقوم بوضع الماركر او المؤشر او العلامة في بداية الفيديو. هنبدأ نشتغل بقى على جزئية ازاي نزيل العلامة المساحة او الجوانب السوداء. هتضغط اما تضغط على فلتر من شريط الاداة الرئيسي او من الشريط الفرعي ده، نضغط على فلتر ثم بعد ذلك نضغط على علامة الزائد ونضغط على الفيديو، نضغط على الفيديو ونبدأ نبحث عن تأثير معين وهو الخاص بالسايز اند بوزيشن. ندور على حرف الاس لانه بادئ بحرف الاس، نختار سايز اند بوزيشن. مع حضراتكم هيتم احاطة الفيديو بالطريقة دهيت، هيتم احاطة الفيديو بالطريقة ديت. ما تشتغلش من خلال الجوانب، ما تشتغلش من خلال الجوانب، عايزك تثبتها يدويا. هنخلي هنا هوت مثلا 900 اللي هي الويدز، ونخلي الهايت مثلا 700 تمام، وبعدين ارجع على الاكس والواي، نبدا نحركها اهو كده، نبدا هنا نستفاد بالجزئيه دي كده اهوت. عمليه التحريك العمليه عايزه مهاره وعايزه وقت تمام. هو بيبدا يظهر لي هنا، ابدا ازود وابدا اشوف، نبدا بدل ما هي 900 يبقى بالنسبه للاكس والواي انت حركه من الدايره ديت احسن لك بدل ما انت تكتب ماينس وموجه. نخليه مثلا 1200 ونشوف رد الفعل، ونحرك المؤشر شويه كده اهوت، بيبدا على طول يتطبق لما اقوم بعمليه الحركه تمام. وزي ما قلت مالكش دعوه بالاكس والواي، خليها عن طريق الحركه ديت هتكون افضل لحضرتك. ثم بعد ذلك اظبط الهايت، هخليه 800 وننتظر، ارجع تاني ازود الويدز اخليه 1500 مثلا ونشوف تمام. ادي 1500 وادي 800، ابدا احرك شويه هنا اهوت المؤشر ده. هنلاحظ ان انا كده بدات الغي العلامات السوداء ونبدا نحركه تمام كده، اتظبط معانا الفيديو ولغينا العلامات السوداء بالفعل. يبقى كل اللي حضرتك بتشتغل عليه هو بعد ما تختار الفلتر سايز اند بوزيشن هتيجي في السايز تكتب ارقام وتتابعها، وممكن عن طريق البوزيشن تعملها بالموجب او بالماينس، وعن طريق المحاوله سواء الصواب او الخطا هتوصل انك تقدر تزيل الهالات او المساحات السوداء اللي بتحيط بالفيديو بالطريقه ديت. يبقى كل شغلك هيركز على السايز اللي هو الويدز والهايت، وبالنسبه للبوزيشن اضغط لي على هذه الدايره كده. ظبطنا ولغينا العلامات السوداء. ناتي بعد ذلك الى جزء مهم، والله عايز تعمل شغل وتكتب عليه من فلتر، تقدر تختار التكست وتكتب، عايز تتحكم في الفيد ان والفيد اوت بالنسبه عمليه الدخول وعمليه الخروج بالنسبه للفيديو، ما فيش مشكله سواء كان يدوي عن طريق انك بتقف اهوت في البدايه خلاص كده تلاقي فيه نقطة كده اهيت، يبقى ده هيعمل فيد ان فيد ان وفيد اوت نفس الوضع، تقف في نهايته هيديك هذه الدائرة المضاءة، اضغط واسحب تمام، او انك تستخدم الفلاتر زي ما حضرتك عايز اي واحدة فيهم مفيش اي مشكلة. تعال كده بينا نشوف كده مع حضرتك، نبدأ عملية التشغيل اهوت تمام. شفت عملية الدخول وعملية التلاشي كده، خلصنا العمل الفني، أزلنا الجوانب السوداء، عملنا بعض التأثيرات على هذا الفيديو، ممكن حركات حاجات كتيرة جدا موجودة سبق ان احنا شرحناها. ظبطت كل شغلك، قوم بعملية التصدير، هنختار اكسبورت، ومن اكسبورت بتختار اكستنشن او الامتداد WMV مثلا او MP4 زي ما حضرتك عندك خلفية، ثم بعد ذلك اختار اكسبورت فايل، ومن اكسبورت فايل هبدأ اكتب اسم جديد بالنسبة للعمل الفني اللي انا عملت له مونتاج، واضغط واحدد المكان، اكتب اسمه واحدد المكان، هو تلقائيا انت اخترت الاكستنشن الامتداد ده بيقوم فيه، ثم اضغط على سيف. تطلع لي هنا رساله بتقول لي المساحه الموجوده في البارتيشن اللي انا حملت عليه، بيقول لي استمر، اقول له استمر نعم. هيبدا بقى يشتغل مع حضراتكم ويظهر هنا هوت اللينك الخاص بيه، ويظهر نسبه التقدم البروجرس الخاصه بهذا الشغل هنا 0%،
وادي اسمه اهوت خمس ستات، وادي الامتداد بتاعه وده المصعد. هنبدا نتابع وعمليه المعالجه بتتم. عمليه المعالجه تتوقف على طول هذا الفيديو، لو مدته 5 دقائق، لو مدته نص ساعه، لو مدته ساعه، لو مدته ساعتين، كل ما طال مدته وزاد حجمه، كل ما اخذ واستغرق وقت اكبر في عمليه المعالجه. هننتظر الى ان ينتهي من عمليه المعالجه ونتابع مع حضراتكم. زي ما احنا شايفين النسبه بدات 20 21، النسبه بتزيد اهيت، وهنا بيحدد الوقت اللي هو مستغرق لاتمام هذه العمليه بنجاح. وصلنا 30% في البروجرس، شريط التقدم اهو ظاهر قدام حضراتكم لما نقف عليه، كل ما يزيد كل ما يبدا يتحرك بالنسبه له. وصلنا ل 40%، والوقت المقدر لانتهاء من هذه العمليه 57 او 56 ثانيه، بيبدا الوقت يتناقص لاتمام هذه العمليه، والنسبه المئويه اللي بيتم احرازها بتبدا تزيد. هوقف الى ان ينتهي من هذه العمليه، رغم انها هتستغرق في حدود دقيقه الا ربع، بس نرجع لحضراتكم بعديها. انتهينا من هذه العمليه، اقوم بتصغير بالنسبه لي البرنامج، هلاقي ادي الخمس ستات اهيت، اضغط عليها واشغلها عشان اشوف نتيجه العمل اللي انا وصلت له. ادي نتيجه العمل اللي ظهر قدام حضراتكم، ادي الصوره هنوقفها، ادي المساحات السوداء اللي كانت موجوده على الجوانب تم ازالتها، وظهر الفيديو بهذا الشكل المميز. اتمنى ان انا اكون وفقت في شرح هذه المهاره، وانتظروني فما زال لدينا الكثير داخل هذا البرنامج المميز. كذلك منتظرين ارائكم تعليقاتكم وطلباتكم، واللي احنا بندونها في اندكس خارجي بحيث ان احنا هنلجأ لها وهنعود ليها ونستفاد منها خلال الايام القادمة ان شاء الله. تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.